بعد ليلة عنيفة سقط فيها 7 قتلى وثلاثون جريحاً من جراء تبادل الأطراف المتقاتلة القذائف المدفعية والصاروخية والرشاشات النارية، ساد الهدوء الحذر المخروق برصاص القنص مختلف محاور القتال بين باب التبان وجبل محسن في طرابلس بعد اجتماع اللقاء الوطني الإسلامي الذي عقد ليلاً في منزل النائب محمد كبارة، وقد اتفقت الأطراف على التزام التهدئة. غير أن الهدوء تخرقه بين الحين والآخر رشقات نارية ناجمة عن عمليات قنص تشمل معظم المحاور، خصوصا عند دوار الملولة حيث استشهد المواطن ألف الحاج نتيجة رصاصات قنص. وتنديداً بالتدهور الأمني في المدينة، نفذ المجلس المدني لطرابلس اعتصاماً شاركت فيه نقابات المهن الحرة وغرفة التجارة والصناعة والزراعة ونقابات المعلمين وموظفو المصارف، وقد طالبوا جميعاً بوضع حد نهائي للاشتباكات وبتلبية حاجات طرابلس الإنمائية والاقتصادية. ونبه نقيب محامي طرابلس ميشيل خوري في كلمة ألقاها باسم المعتصمين، نبه من أن تتحول طرابلس خاصرة رخوة للبنان ومن زج الجيش اللبناني في زواريب السياسة، لكنه وصف التعدي على الجيش بالاشتباك وعزم يجري إلى عدم تنفيذ القرارات القضائية. إنني هنا لأسمعكم بالصوت العالي قول ما أسمعه من هذا الحشد الواقف معنا، فهم يحملون الأجهزة الأمنية بكافة قواها المسؤولية الأولى والكبرى عن الحالة المزرية التي وصلنا إليها. وإنه لو بادرتم ومنذ البداية إلى مجابهة هذا الواقع بقوة وإرادة صلبة لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه. هل المتشابكون هم المسؤولون أم من يغذي الشوارع بالسلاح؟ أم تقاعس الدولة أم الأجهزة الأمنية في طرابلس؟ أم القرار السياسي في بيروت؟ وهل عدم تنفيذ القرارات القضائية بشأن تفجير مسجدي التقوى والسلام هي وحدها السبب لتكرار جولات العنف؟ وهل أن الاشتباك بين أبنائنا في الجيش وأبنائنا في طرابلس وهم إخوتهم هو النتيجة المطلوبة للمؤامرة في سبيل حصول شرخ اجتماعي وأمني بين أبناء الصف الواحد؟ إشارة إلى أن حصيلة الجولة 20 في طرابلس بلغت 25 قتيلاً ونحو 175 جريحاً.